سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. من أكثر الشغلات اللي منشيل همها بسوريا هن الدكاترة، إنه نلاقي دكتور شاطر ونبقى على تواصل معه حتى لو طلع برا البلد، نقدر ناخذ مواعيد بسهولة، نحصل على استشارة سريعة وغيرها من هالأمور. ولحل هالمعضلة اجتمعوا فريق صغير من الشباب السوريين وقرروا يوظفوا التكنولوجيا بهالمجال من خلال تطبيق موبايل طبي بيسهل التواصل بين الأطباء والمرضى وبيساعد المرضى ليبقوا على اتصال دائم مع أطبائهم المفضلين حتى لو كانوا برا البلد. هالفكرة اجت نتيجة تجربة شخصية لما واحد من فريق المبرمجين صار عنده وجع برقبته وحس انه محتاج مساعدة طبية. اتصل واخد موعد، لما راح على العيادة لقى ما له اسم بجدول المواعيد فقرر يستنى ليجي دوره. بعد 7 ساعات فات لعند الدكتور، بس للأسف طلعت شغلته مو عند هذا الدكتور ولازم يروح لعند دكتور تاني. هاي الشغلة بتصير معنا كتير، ومن هون اجت فكرة هالتطبيق. التطبيق اسمه طبيب أب، وهو تطبيق بيسهل عملية التواصل مع الأطباء وحجز المواعيد وتنظيم دور المرضى عبر الإنترنت. والموضوع بيتم كالتالي: المرضى والأطباء بينزلوا هالتطبيق، فالمريض بيدور على اسم دكتوره وبيبعث له سؤال أو استفسار من خلال التطبيق، فبيوصل إشعار للطبيب إنه في مريض عم يتواصل معه فبيفتح وبرد عليه. وإذا المريض ما عنده طبيب محدد بيقدر يشوف الأطباء بحسب الاختصاص أو الموقع. هذا التطبيق رح يساعد مو بس المرضى على انه يلاقوا الطبيب المناسب لمشكلتهم ويحجزوا مواعيد بسهولة، كمان رح يساعد على بناء نوع من العلاقات بين المرضى والأطباء، وهذا الشيء بيخلق بدوره حالة من الراحة النفسية. فريق مطوري التطبيق هن من اختصاصات إدارة أعمال، إدارة مشاريع والذكاء الصنعي. بنتمنى يكون هذا التطبيق فيه خير ومنفع لكل السوريين، ويضل ببالنا لما نعمل أي شيء لأهلنا وناسنا ما يطلع هالشي عن إطار الهدف تبعه بالمستقبل، لحتى نبقى ونضل دائما سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.